التحية تأتيكم مشاهدينا من نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين، رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء الجزائر وفنزويلا والرأس الأخضر بذكرى استقلال بلادهم. محمد بن راشد يوجه بتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم وتعهيد السوق لموانئ دبي العالمية. والفارس الشام 3 تنفذ حملة لتوزيع المياه الصالحة للشرب على سكان خان يونس. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تختتم دورة المتحدث الرسمي. وفي النشرة أيضا، تأجيل عمومية غرفة الفجيرة إلى 15 من يوليو الحالي. إلى التفاصيل، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: أهنئ معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي خوسيه يوليسيس كوريائي سيلفا رئيس وزراء جمهورية رأس الأخضر. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي ديك أشخوف بمناسبة أدائه اليمين بالسورية رئيسا لوزراء مملكة هولندا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديك أيشخوف رئيس وزراء مملكة هولندا. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله
بإنشاء سوق دبي للسيارات ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذا لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتمادا على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس على رأس وفد دولة الإمارات إلى القمة التي استضافتها مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان تحت شعار تعزيز الحوار المتعدد الأطراف السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، وذلك بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء وممثلي عدد من الدول ومنظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة بعد منحها رسميا صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي والتي عقدت في جمهورية الهند. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على تعزيز شراكاتها ومد جسور التعاون والصداقة مع جميع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى، إيمانا منها بأن التعاون الدولي يعزز من مسارات العمل التنموي ويفتح آفاقا أوسع لتحقيق الرخاء والتقدم والنمو الاقتصادي من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لجميع شعوب العالم. نفذت عملية الفارس الشهم ثلاثة حملة لتوزيع المياه الصالحة للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مختلف مناطق خان يونس للتخفيف من معاناتهم في ظل توقف محطات تحلية المياه وانعدام مقومات الحياة الأساسية والبنية التحتية نتيجة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة. هذا مشروع حياة، وربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعمة من الله. في إطار دعم العائلات الفلسطينية النازحة بالمياه الصالحة للشرب، ساهمت دولة الإمارات في توفير مياه في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في مدينة خان يونس، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 50,000، حيث توفر 116,000 لتر من المياه يتم تعبئتها يوميا. وتوجهت الصهاريج المعبأة بالمياه إلى خان يونس بالتعاون مع مصلحة مياه وبلديات الساحل لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب في خطوة هدفها توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في مراكز الإيواء والحد من أزمة المياه التي يعاني منها الآلاف نتيجة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة. نشكر الدولة الداعمة لنا والواقفة معنا والمساندانة دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لكم. بتمنى أن تكون هذه السيارة تجينا باستمرار، لأنه هي السيارة الوحيدة اللي بتيجي بتغذي المنطقة كلها. نشكر دولة الإمارات على مشروع قيم ومساعدة النازحين في خان يونس. كل الشكر والاحترام لدولة الإمارات اللي قامت بمساعدة الناس واحتياجات الناس في المياه. وبنشكر الإمارات العربية على مجهودها مع الشعب الفلسطيني في الحرب الموجودة هذه. تواصل دولة الإمارات من خلال ذراعها الإنساني عملية الفارس الشهم ثلاثة تقديم المياه الصالحة للشرب للسكان في مختلف المناطق لتسهيل الحصول على المياه النظيفة
في ظل المعاناة وانعدام أساسيات الحياة، ونظرا للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة التي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، ما يسبب كارثة إنسانية. شكرا لدولة الإمارات، احنا نفسنا بالمي الحلوة، هاي هلقيت لسه شربنا مي حلوة. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورة المتحدث الرسمي التي نظمتها على مدى 5 أيام في الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري بالتعاون مع ترينز للبحوث والاستشارات، وقدمها الصحفي والإعلامي فيصل بن حريز مقدم البرامج في قناة سكاي نيوز العربية. شهد سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وبحضور سعادة الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز ترينز للبحوث والاستشارات ختام دورة المتحدث الرسمي التي نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالشراكة مع مركز ترينز للبحوث والاستشارات، والتي استمرت على مدار 5 أيام في فندق دبل تري في الفجيرة. اليوم نحن سعيدين بحضور حفل تخريج أول نتاج تعاون مشترك بين مركز ترينز للبحوث والاستشارات وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متمثلة بالمتحدث الرسمي. شفنا اليوم نموذج من القامات الإعلامية المتواجدة في حكومة الفجيرة قامت بعمل عرض طبعا تطبيقي لمخرجات هذه الدورة. أيضا سعيت بحسن التنظيم من قبل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وحضور أخي سعادة ناصر اليماحي. طبعا نتاج هذه الدورة كان نتاج سريع وفعلي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين ترينز وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ويمكن كانت أسرع اتفاقية توقع وأسرع نتاج علمي يتحقق من توقيع هذه الاتفاقية. اليوم نحن متواجدين في الفجيرة وهناك وعود أيضا بتكملة سلسلة دورات للمتحدث الرسمي وأيضا دورات أخرى تسقل طبعا العاملين في حكومة الفجيرة. وهنأ سعادة ناصر اليماحي المشاركين في الدورة معربا عن سعادته بالنتائج التي حققتها مخرجات الدورة التي تستهدف مدراء الدوائر الحكومية ومسؤولي الأقسام في إمارة الفجيرة. أشكر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على إتاحة الفرصة هذه لنا لحضور هذا البرنامج المميز. لقد كانت تجربة مفيدة وغنية بالمعلومات وأضفت لنا الكثير من مهاراتنا ومعرفتنا، وأشكرهم كذلك على تنظيمهم الرائع لتقديم مثل هذه البرامج المميزة. أشكر جميع القائمين على هذا التنظيم الراقي لبرنامج المتحدث الرسمي المعتمد والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإعلامي وإتاحة الفرصة لنا للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال. مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. وقدمت الدورة على مدى 5 أيام المهارات الأساسية لفن الأداء الإعلامي وتطوير الاستراتيجية الإعلامية وتدريبات للتغلب على التوتر والقلق لدى المتحدثين أو المصورين الرسميين، كما تضمنت مهارات فهم الجمهور وفنون استخدام عناصر الإلقاء الصوتي والقراءة والقدرة على الارتجال وفنون طرح الأسئلة وفن كتابة السيناريوهات والخطابات وفهم احتياجات الجمهور وتطوير كتابة المحتوى. وفي الختام قام سعادة ناصر اليماحي يرافقه سعادة الدكتور محمد العلي بتسليم الشهادات للمشاركين في دورة المتحدث الرسمي. قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الأولى المنتهية من الدورة 15 إلى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الحالي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، حيث كان من المقرر عقده يوم الخميس الموافق 4 يوليو الحالي. أعلن ذلك سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة
موضحا أن اجتماع الجمعية العمومية المؤجلة سيعقد بمن حضر بناء على نص المادة 14 من القانون رقم 1 في سنة 2023 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. ونوه بأهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع الذي سيعقد في مقر الغرفة في تمام الساعة 4:30 عصرا، وأكد حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من آراء وأفكار أعضاء الجمعية العمومية التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بمهام الغرفة تجاه مجتمع الأعمال والأسرة التجارية في إمارة الفجيرة. نظمت القيادة العامة للشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الأنشطة الرياضية مسابقة البوتشي لأصحاب الهمم رجال وسيدات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لقسم الأنشطة الرياضية للعام الرياضي 2024. وتهدف المسابقة إلى نشر روح التحدي والمنافسة بين أصحاب الهمم الذين سعدوا بالمشاركة أو بالمشاركة والاهتمام بهم في المسابقات والفعاليات والبطولات الرياضية. وبهذه المناسبة أكد الرائد علي بن خاتم الشامسي رئيس قسم الأنشطة الرياضية على حرص القيادة واهتمامها بمشاركة أصحاب الهمم في جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها القيادة وتفعيل دورهم في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية. نادي الفجيرة العلمي يواصل تقديم برامجه المختلفة للمخيم الصيفي الثالث. يواصل نادي الفجيرة العلمي تقديم برامجه المختلفة للمخيم الصيفي الثالث بالتعاون مع نادي الفجيرة للرماية وبمشاركة أكثر من 30 مشاركا تم استقبالهم من قبل مشرفي نادي الفجيرة العلمية وإدارة نادي الرماية والمدربين المتخصصين. وبحضور الدكتور سيف المعالي مدير نادي الفجيرة العلمية بدأت الفعالية والمسابقة بمحاضرة نظرية على نوع البندقية والطريقة الصحيحة لاستخدامها وما هي الموجهات وكيفية التصويب، وبعدها تم تقسيم المشاركين إلى فرق لتطبيق العملية. احنا اليوم الثالث في المخيم الصيفي العلمي الثالث 2024 والذي ينظمه النادي كل سنة في مجال معين. هذه العام اخترنا الألعاب الإلكترونية وركزنا عليها شوية في الأنشطة الإلكترونية سواء كنشاط علمي أو نشاط ترفيهي. طبعا من ضمن شركائنا في الأنشطة العلمية الإلكترونية وفي التكنولوجيا نادي الفجيرة للرماية، وننفذ اليوم معهم برنامج مشترك لتدريب أعضاء المخيم الصيفي العلمي الثالث على الرماية الإلكترونية في مقر النادي نادي الفجيرة للرماية بعدد ما يقارب 20 فريق من الشباب ذكور وإناث، والحمد لله يعني الأعضاء والمشاركين ضمن هذه المبادرة أو هذا النشاط سعيدين جدا بمشاركتهم، وأعتقد أن بعض منهم أيضا قرر الانتساب إلى نادي الفجيرة للرماية لممارسة نشاط الرماية الإلكترونية. وأشار الدكتور سيف المعالي مدير نادي الفجيرة العلمي إلى أن الرياضة مهمة لبناء الجسم والعقل، وأن النادي حريص أن يوصل رسالة إلى جميع الشباب والفتيات أن العقل السليم في الجسم السليم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقام فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع أبو ظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع. يوفر أسبوع أبو ظبي للزراعة والأمن الغذائي منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات في مجال إنتاج الغذاء، إضافة إلى عقد الشركات واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، ويضم عددا من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، كما يشهد إطلاق النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي. القمة العالمية للأمن الغذائي التي ستجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم
لمناقشة قضايا وتحديات وحلول الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى معرض أبوظبي الدولي للأغذية ومعرض أبوظبي للتمور. هدفنا من كل هذه الفعاليات جعل أبوظبي مركز لرسم مستقبل الأمن الغذائي العالمي ووجهة تربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار الواعدة في منطقة الخليج. نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة مصنعين الأغذية والمشروبات كشريك للمعرفة لهذه الفعالية الهامة وجائزة الشيخ خليفة الدولية للنخيل والتمر والابتكار الزراعي. هذا التنظيم يعكس دور مجموعة أدنك لهذا القطاع المهم وللتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة. الحمد لله الفعالية هذا الأسبوع تشهد إقبال قياسي من قبل المشاركين وتضم ثلاث فعاليات رئيسية، بالإضافة إلى ذلك عندنا خمس فعاليات فرعية في هذا الأسبوع، منها فعالية عالم القهوة ومنصة الابتكار للغذاء، وبالإضافة إلى منصة خاصة للشركات الناشئة والمتوسطة، وصولا إلى مسابقة الطهاه الدوليين وتحدي البيتزا العالمي. تجمع القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء المعنيين بالأمن الغذائي من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول مبتكرة، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا للابتكار في مجال الزراعة والأمن الغذائي. افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ندوة بعنوان الجرائم المستقبلية ودور الأمن السبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة. افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ندوة بعنوان الجرائم المستقبلية ودور الأمن السبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في نادي ضباط شرطة دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والمشاركين. وأشار معاليه إلى أنه منذ اعتماد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2016 بداية الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعيش حاليا في هذا العصر الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من التكنولوجيات المتداخلة تشكل مفهوما جديدا للصناعة يعتمد على الرقمنة والبيانات الضخمة وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى غيرها من التقنيات التي تتمتع بفوائد عديدة. حدثنا اليوم عن الجرائم السبرانية وعن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مجال الشرطة وعن جرائم المستقبل. كان الحقيقة يعني كانت الحوارات والنقاشات جدا ثرية وخرجنا بتوصيات، أنا في اعتقادي أهمها أن ندخل منهج لتعريف وتطبيق الشرطة بالجرائم الإلكترونية والجرائم السبرانية، وتكون عندهم شيء من الثقافة، وأن نستخدم البيانات الضخمة في منظومتنا الأمنية، وإن شاء الله يعني نأمل أن يكون المستقبل مستقبل باهر في كشف الجريمة والتعامل مع المجرمين. ودعا المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية وفريق لإعداد محتوى التوعية بالجرائم السبرانية ومخاطرها. خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمتحف الشندغة بدبي بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس وحضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 من يوليو الجاري وحتى 11 من أغسطس المقبل بمشاركة 10,500 رياضيا. نحن من خلال المؤتمر الصحفي هذا حبينا نبين التجهيزات اللي وضعناها لأولمبياد باريس. نحن الحمد لله رب العالمين تأهلوا عندنا 14 لاعبا ولاعبة في 5 لعبات وهي الفروسية والجودو والسباحة والعاب القوة والدراجات، والحمد لله رب العالمين تأهلوا بجدارة واستحقاق عن نتيجة التصنيفات اللي هم وصلوا لها. وطبعا لم يتأتى هذا إلا بدعم سيدي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتوجيه سموه ومتابعته بتوفير كافة السبل لإنجاح لمتابعة الرياضيين وإنجاح مسيرتهم. ومثل ما عرفت ان شاء الله بيكون هناك بيت اماراتي يدشن لاول مره في الدورات الاولمبيه، بيكون بشكل يومي من تاريخ 27/7 لغايه 11/8، مفتوح للجميع من الساعه 10 صباحا وحتى 8 مساء بتوقيت باريس. البيت الاماراتي يعنى بفكره الاتحاد وكرم الضيافه الاماراتي، وهذه ليس مقتصره فقط على الرياضه ولكن على جميع جوانبها الاجتماعيه والثقافيه لدوله الامارات، نبرز من خلالها الحضارة والتطور اللي وصلتها دولة الإمارات إن شاء الله في القادم الأيام. ويمثل وفد الإمارات 14 رياضيا ورياضية يرافقهم 24 إداريا وفنيا ومعالجا، حيث يتنافس رياضيون في 5 ألعاب هي الفروسية والجودو والدراجات والسباحة وألعاب القوى، إذ يضم منتخبنا الوطني للفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كل من عبد الله حميد المهيري وعبد الله المري وعمر المرزوقي وعلي الكربي وسالم السويدي، على أن يتم اختيار 4 منهم للمشاركة بصورة نهائية في الأيام المقبلة من قبل الطاقم الفني للمنتخب. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. المالية تعقد ثاني مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من مجالس المتعاملين في سياق جهودها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، وشارك فيها في الجلسة التي عقدت في دبي أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. تحت عنوان تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين، استعرضت الجلسة الثانية من مجالس المتعاملين التي نظمتها وزارة المالية ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية والمشتريات الحكومية والاستفسارات بشأن خدمات الوزارة، حيث تسعى وزارة المالية إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها وتحديد المجالات المقترحة للتصفير. وزارة المالية ضمن جهودها في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية اللي أعلنت عنه حكومة دولة الإمارات تعمل منذ بداية الإعلان على هذه المبادرة. عملنا داخليا على مراجعة المتطلبات، عقدنا مجلس المتعاونين الأول. اليوم الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأسهل وأبسط طريقة ممكنة بدون أي أعباء غير ضرورية. بنينا على الملاحظات اللي استلمناها مع نفس المجموعة نلتقي مرة ثانية على أساس أن يكون فيها إعادة خلق لهذه
الخدمات بشكل إن شاء الله أفضل. الملاحظات صراحة اختلفت في نوعها، كان في اقتراحات على آليات جديدة، بعضها كانت ملاحظات يترتب عليها دمج بعض الخطوات في بعضها. الهدف الأكبر اللي هو نقلص الأجراء، نزيل الأعباء الغير ضرورية إذا في متطلب غير مبرر وكان يمثل عبء على المتعاملين، إحنا هذا الهدف من إحنا نراجعه ونزيله. في إطار تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات للارتقاء بتجربة المتعاملين، سيتم قياس مدى ملائمة الحلول المعتمدة من خلال منهجية جديدة، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة. أعلن معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب رئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن الدورة 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 من أكتوبر المقبل. أعلن معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن الدورة 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار تمكين الجهود العالمية، تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور. ووفق بيان صحفي صادر، تواصل القمة التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ انطلاقها عام 2014 في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تسرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام. وتركز الدورة 10 من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والتمويل المناخي والاقتصاد الدائري واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي ودور الشباب في العمل المناخي إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء. مشاهدينا آخر أخبار المال والأعمال كريم نتابعها سويا مع زميل نداء. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين إلى آخر أخبار الاقتصاد وإلى نداء. أهلا سارة وكريم، المزيد من الأخبار وآخر التطورات وأسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية خلال الفقرة. إليك نداء. أهلا بكم. شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية الجمعة تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم شركتي ألفا ظبي القابضة وكيو القابضة بقيمة إجمالية بلغت 886.6 مليون درهم. وجرى تنفيذ صفقة واحدة على أسهم ألفا ظبي بقيمة 443.3 مليون درهم توزعت على 37.56 مليون سهم بسعر 11.8 دراهم للسهم الواحد. وتم تنفيذ صفقتين أيضا كبيرتين على أسهم أكيو القابضة بقيمة 443.8 مليون درهم على عدد 155 مليون سهم بسعر
درهمين و86 فلسا للسهم الواحد. ومنها أيضا إلى خبرنا الثاني، حيث انخفضت عملة بيتكوين اليوم الجمعة لأدنى مستوى لها في 4 أشهر بنزولها أكثر من 8% إلى 53523 دولارا، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر فبراير. وتراجعت بيتكوين بنحو 12% منذ بداية الأسبوع، حتى مع ارتفاع الكثير من الأصول الشديدة التأثر بالمخاطر التي تميل إلى اقتفاء أثرها مثل المؤشر ناسداك. وهبطت إيثر 9% إلى أدنى مستوى لها أيضا في أكثر من شهرين عند 2841 دولارا. وفي الخبر الثالث، كشفت بروبرتي فايندر عن بيانات تضمنها تقريرها الموجز حول مراقبة الأسواق للربع الثاني من عام 2024، والذي قدم مؤشرات وتحليلات تستحق المتابعة والاهتمام من قبل الباحثين عن العقارات في الدولة عند التفكير باتخاذ قضاوات استثمارية مبنية على المعرفة. ووفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت مبايعات سوق دبي العقاري أرقام قياسية من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبايعات 43522 بزيادة قدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. كما ارتفعت قيمة المبايعات 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم. ووصل عدد المبايعات إلى الذروة متجاوزا الارتفاع السابق الذي سجله الربع الأول من عام 2024 بنسبة 17%، في حين تجاوزت قيمة المبايعات الذروة السابقة المسجلة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2%. ومنها إلى أسعار الذهب، الذي ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 2358.14 دولارا للأونصة، وصعد بأكثر من 1% خلال الأسبوع. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 1% إلى 2366 دولارا وثلاثة سنتات. أما بالنسبة لأسعار العيارات الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي: جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 286 درهما و25 فلسا، وأما عيار 22 إلى 265 درهما فقط، وعيار 21 إلى 256 ونصف درهم إماراتي. وأما أسعار النفط فلم تشهد تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر شهر إبريل بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف، وبعض المخاوف أيضا بشأن الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت الذي ارتفع 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية 2/2 ليستقر عند 87 دولارا و41 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي ازداد 9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليتم تداوله عند 83 دولارا و97 سنتا للبرميل بزيادة 9 سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأمريكية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال. وبهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام فقرتنا الاقتصادية، ونعود إليكما سارة وكريم. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. ومشاهدينا، من الفقرة الاقتصادية إلى الفقرة التكنولوجية وآخر التطورات التكنولوجية نتابعها سويا مع الزميل كريم. شكرا لك سارة. مباشرة إلى التكنولوجيا مشاهدينا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا صينيا حظي بدعم أمريكي يطالب الدول المتقدمة الغنية بسد الفجوة المتزايدة الاتساع مع الدول النامية وضمان حصولها على فرص متساوية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.
ويأتي القرار في عقاب المصادقة على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي في 21 من مارس بقيادة الولايات المتحدة وبرعاية مشتركة من 123 دولة بما فيها الصين. وقد أعطى القرار دعما عالميا للجهود الدولية لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وموثوقا وأن تتمكن جميع الدول من الاستفادة منه بحسب الأسوشيتد بريس. كشف جيف بيزوس عن خطط لبيع 25 مليون سهم إضافي من شركة أمازون بقيمة 5 مليارات دولار في وقت وصل فيه سعر سهم الشركة إلى مستوى قياسي جديد. وقدمت الشركة إفصاحا بهذا الشأن بعد إغلاق السوق الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنه كان من الممكن أن تتم عمليات البيع في وقت مبكر من ذلك اليوم أيضا وفقا لأوراق الإيداع. وكان بيزوس قد باع أسهما تبلغ قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار على مدى 9 أيام تداول في فبراير. وستؤدي المبيعات الإضافية إلى رفع إجمالي مبيعاته هذا العام إلى ما يقرب من 13.5 مليار دولار وفقا لحسابات مؤشر بلومبرج للمليارديرات. بات أكثر من 30% من المنتجين الزراعيين في البرازيل يعتمدون بشكل كامل على الزراعة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في ملايين الهكتارات من الأراضي، لما توفره هذه التقنيات من بدائل اقتصادية أكثر شمولية والمساعدة في زيادة إنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل كالصويا والذرة والقمح وقصب السكر. وتمكن شركة سولند تيك برازيلية من إطلاق الروبوت سوليكس، وهو أحد أهم الروبوتات المتكاملة، ويقوم بعمليات التحليل وجمع البيانات إلى تطبيق الري والرش الموضوعي والقضاء على الحشرات الضارة بدون تدخل بشري، ويعمل عن طريق محركات كهربائية تتزود بالطاقة من خلال الألواح الشمسية. كشفت شركة سيجا عن تفاصيل جديدة حول الإصدار القادم من لعبة كريزي تاكسي الشهيرة، والذي سيقدم تحديثات جذرية سواء عبر تقديم أنماط لعب مختلفة وإمكانية مشاركة أكثر من لاعب في تجربة اللعبة في نفس الوقت، بالإضافة إلى تغيير النمط العام للعبة لتأتي بأسلوب العالم المفتوح، وهو نمط ألعاب أصبح رائجا منذ ظهور ألعاب كبابجي وفورتنايت. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم. ومشاهدينا في الشأن الدولي، قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستولي على ربع مساحة قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 من أكتوبر الماضي، ويمهد الطريق للاستيطان فيه. وفي تقرير استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية، قالت الصحيفة إن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي الآن تصل إلى 26% من قطاع غزة. وأضافت أن نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها متنوع، مشيرة إلى أنه يوسع القواعد العسكرية ويبني البنية التحتية وحتى يشق الطرق. وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إعلان سنة صادر عن مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المقترحات والقرارات التي تهدف إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات. وأكد إعلان أستانا استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات شاملة للقضاء على الظروف المشجعة على الإرهاب والتطرف، بما في ذلك الاستمرار بحزم في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة التجنيد وحركة الإرهابيين عبر الحدود، ونشر التطرف بين الشباب، وكذلك استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إرهابية. وأشار إلى أن دول المنظمة ستواصل زيادة الجهود المشتركة لمنع انتشار الإيديولوجيات المتطرفة وأي تعصب ديني وكراهية للأجانب والقومية العدوانية والتميز القومي والعرقي، وأكد عدم قبول المعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب. ترقب وحذر في المكسيك قبل وصول الإعصار المدمر بيريل. طوابير طويلة ورفوف شبه فارغة، هكذا بدا المشهد في محلات السوبر ماركت في كانكون وتولوم المكسيكية، حيث هرع السكان المصابون بالذعر إلى تخزين المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية لأيام
فيما قامت الفنادق بتدعيم نوافذها قبل وصول الإعصار بيريل إلى المكسيك. فبعدما انخفض إلى إعصار من الفئة الثالثة، يواصل بيريل طريقه باتجاه منتجع تولوم السياحية، تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا بالساعة، ومن غير المتوقع أن تتغير سرعته قبل بلوغه اليابسة الجمعة بحسب مركز مراقبة الأعاصير. وتترقب المنتجعات السياحية في المكسيك وصول الإعصار الذي خلف دمارا في أنحاء منطقة الكاريبي وساحل فنزويلا، وأودى بسبعة أشخاص على الأقل إلى شبه جزيرة يوكاتان. المركز الوطني لمراقبة الأعاصير حذر من أن الظروف ستتدهور قريبا بالنسبة لشبه جزيرة يوكاتان مع رياح شبيهة بإعصار وارتفاع خطر لمستوى مياه البحر وأمواج تلحق أضرارا تبدأ قريبا. إلى ذلك أغلقت المدارس في كانكون وأقيمت مراكز إيواء للأهالي والسياح تحسبا لوصول الإعصار، وألغيت قرابة 100 رحلة داخلية ودولية بين الخميس والجمعة في مطار كانكون الرئيسية في منطقة الكاريب المكسيكية. ويتوقع أن يضرب بيريل شبه جزيرة يوكاتان ويعبر فوق خليج المكسيك قبل أن يصل إلى ولاية محاذية للولايات المتحدة. وأجلي مئات السياح من فنادق على ساحل المكسيك، فيما لا يزال البعض يحاولون مغادرة المنطقة المهددة في حافلات، لكن البعض لا يزالون يستمتعون بنهار مشمس على الشاطئ قبل الاحتماء في فنادقهم. بدوره أعلن الجيش المكسيكي الذي نشر قرابة 8000 عنصر في تولوم أنه سيوزع مواد غذائية و34 ألف لتر من المياه العذبة على الأهالي. ويعتبر بيريل هو الأول في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، وظاهرة مناخية بهذا الحجم نادرة للغاية في وقت مبكر من الموسم الذي يمتد من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر في الولايات المتحدة. آخر أخبار الرياضة مع الزميل كريم. شكرا سارة. مباشرة إلى آخر الأخبار الرياضية مشاهدينا. أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، والرعاية السامية والدعم الكبير اللذين تحظى بهما شركة نادي العين لكرة القدم من سموه، يقود الفريق إلى تحقيق الإنجازات ومواكبة التطور لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح. وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أن أولى الصفقات التي أبرمها النادي في هذا الصيف هي ضم المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز قوة دفاعات الفريق، وأنه يثق في قدرات اللاعب في صناعة الفارق بمنظومة الفريق، وأنه سيتم الإعلان عن قدرات أخرى جديدة قريبا. بتوجيه الشيخ حمدان بن مبارك نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عقد اتحاد الكرة في مقره بدبي اجتماعا تنسيقيا مع الأندية الإماراتية التي ستشارك في المسابقات الآسيوية والخليجية في الموسم الرياضي 2024-2025. وتم التطرق إلى مشاركة نادي العين في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة وبطولتي كأس القارات وكأس العالم للأندية باعتباره حامل اللقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب مشاركة الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك نادي الشباب الأهلي في الملحق الآسيوي لذات المسابقة كونه وصيف الدوري. كما سيظهر نادي الشارقة في مسابقة دوري أبطال آسيا باعتباره صاحب المركز الرابع في دوري الموسم الماضي، بالإضافة لمشاركة نادي النصر في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية كونه وصيفا لبطل كأس رئيس الدولة. ناقش مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 وسبل الارتقاء بالفعاليات العالمية في رزنامة الموسم، وأهمها الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات 2024
والتي تستضيفها دبي في ديسمبر المقبل، وتنطلق فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد على شواطئ دبي اعتبارا من 21 من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى موعد النسخة 34 من سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والمقرر إقامته خلال شهر مايو 2025. تقام اليوم مباراتان في دوري الربع النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم والتي تستضيفها الملاعب الألمانية حاليا، حيث يلتقي في المباراة الأولى المنتخب الألماني مع الإسبانية، ويلتقي في الثانية المنتخب البرتغالي مع الفرنسية. وتعد المواجهة الأولى التي ستقام على ملعب MHP أرينا بمثابة نهائي مبكر للبطولة، باعتبارها مواجهة بين أكثر منتخبين تتويجا بلقبها برصيد 3 ألقاب لكل منهما. أما المواجهة الثانية بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي على ملعب فولكس بارك فستكون بمثابة إعادة لنهائي نسخة يورو 2016 بين المنتخبين، الذي حسمه المنتخب البرتغالي لمصلحته بالفوز 1-0 محققا لقبه الوحيد في مقابل لقبين حققهما المنتخب الفرنسي. ختام الرياضة، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم، ومشاهدينا صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. قرر رجل أعمال نمساوي يدعى توم أوربانيك أن يحل مشكلة ضياع مفاتيح سيارته وبيته، فجعل المفتاح يلازمه كظله عبر تسريبه إلى مسامات جلده. الرجل زرع شريحة في يده، والشريحة عبارة عن مفتاح السيارة، وقد قام بالعملية التي استغرقت نصف ساعة فنان متخصص في الوشم، حيث زرع الرجل شريحة طولها سنتيمتران وقال الزبون إنه يمكنه استخدامها بعد أسبوعين. مفتاح السيارة ليس الوحيد الذي وجد طريقه إلى يد رجل الأعمال هذا، فقد سبق وزرع 4 شرائح في نفس المكان، واحدة تفتح باب المنزل والمكتب، وأخرى تتحكم في جهاز الإنذار أو يمكن استعمالها بدل بطاقة الائتمان. والنتيجة أن توم أوربانيك لم يعد يستخدم أي مفتاح، ويقدر ثمن كل شريحة بنحو 300 يورو. عاد بركان إتنا الإيطالي إلى الثوران ليطلق سيلا من الحمم إلى أسفل المنحدر، وبحسب وسائل إعلام محلية فقد حدث هذا الثوران في فوراجين إحدى فوهات البركان، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي تخرج فيها الحمم من هذه الفوهة. وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء الجيولوجية وعلم البراكين إن الحمم البركانية صبت في فوهة تسمى بوكانوفا وتعني بالإيطالية الفم الجديد. ويقع بركان جبل إتنا على ساحل الشرقي لجزيرة صقلية، ويبلغ ارتفاعه 3329 مترا، وهو أكثر البراكين نشاطا في القارة الأوروبية. وبهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله. Thank you.